بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نتمنى الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير. معكم جمال كالعادة في عقر جديد، أهلا وسهلا بالجميع. صلوا على رسول الله. إخواني أخواتي، احنا كنتواجدوا في العرجات، يعني على بعد واحد تقريبا واحد 6 كيلومتر على العرجات، يعني في كيلومتر 20. غادي نصور لكم واحد المزرعة، غادي تشوفوها معنا كاملين. هاد المزرعة هادي إخواني الكرام فيها جوج ديال الهكتارات و 7000 متر. أهلا وسهلا بكم إخواني الكرام، وغادي نتبعوا معنا الفيديو حتى الأخر. أهلا وسهلا بالجميع. بسم الله على بركة الله. الدخلة ديالها هي هذه، هذه الدخلة ديالها كما كتشوفوا إخواني. كاين يعني راه مهملة، الفيرما خصها خدمة، خصها إصلاحات، ولكن موقع استراتيجي على بعد واحد 20 كيلومتر من مدينة الرباط. هذا الكوار هنايا سكن تقريبا، وراه داخل التحفيظ. هادشي كامل اللي بنايات داخلين التحفيظ، حتى البير داخل التحفيظ كما كتشوفوا هنا. هادشي خصو الدار، الكوار هنايا كما قلنا كيلومتر 20 حدا العرجات، جوج ديال الهكتارات و 7000 متر في شهادة الملكية، يعني في المحافظة. وحتى البنايات اللي فيها داخلين التحفيظ، وحتى البير داخل في التحفيظ، يعني من الناحية القانونية ما عندنا حتى شي إشكال. غادي نشوفوا إخواني أخواتي الفيرما واحد الفكرة عليها، غادي نصور لكم الطريق طبعا من نكونوا غاديين. هادشي راه خصو يتسقال، لأن هادشي راه شحال هادي ما جاو ليها مواليها. الحمد لله راه مع جاو دخلوا، بغاو يبيعوا رزقهم. المسائل القانونية راها محفظة، قريبة جميع المرافق، واللي بغى يدير الزيارة ديالو لعين المكان أهلا وسهلا به. إخواني أخواتي، كجني لافوكا وعاجني مسكينة، جني راه تا هي راه واقفة على الماء. سبحان الله، كم ديتي عليها. كما كتشوفوا إخواني الكرام، فيها جوج ديال الهكتارات و 2000 و 7000 متر. إخواني الكرام، كتشوفوا هنا راه كاين كوارة ديال الدجاج. هنا باش نكونوا واضحين مع بعضنا، هنا راه كوارة ديال الدجاج، يمكن الإنسان اللي غيجي يدير الاستثمار ديالو حتى هو يدير الكوارة ويدير المسائل ديالو. بسم الله نقطعوا لافوكا، راه واخا بسم الله على بركة الله. الطياب خير ربي وسامحين فيها، ما مسقياش تبارك الله، مع المشكل الأرض شوية فيها الماء، مع ذلك مقاومة مقاومة. كما قلنا كيلومتر 20 حتى العرجات، جوج ديال الهكتارات و 7000 متر، فيها شي كوارة شي بنايات كما كتشوفوا. كي بنايات هنايا راه متداخلين التحفيظ، والدخله ديالها هي هذه، ودخله من القدرون تقريبا واحد 100 متر دخله من القدرون. وكاين هذه الكواره هنايا اعزائي الكرام، راه اللي غيدير السكنه ديالو هنا خصو يتحمل مسؤوليته، اما اللي بغى يدير استثمار فهي جميله جدا من ناحيه الاستثمار، يعني روعه كما كنقولوا، ارض رمليه ديال الخدمه، فيها بير تبارك الله الماء موجود، فيها الضوء، وكتشوف على واحد الطبيعه تبارك الله غزاله. وكما تشوفوا اخويا الكرام، راه كاينه واحد، كاين الواد وكاين العين تما، راه كاين واحد العين، راه كاينه واحد العين. ما هنا دايره بصور كما كتشوفوا، راه دايره بصور هنا، ودايره مزارع طبعا كما كتشوفوا اخواني اخواتي. اي هو المشكل اللي كاين، هما الكواره ديال الدجاج، اللي باغي يدير استثمار ديال الدجاج هنايا شي حاجه واعره، لان جا قريبه جميع المرافق، قريبه العرجات، قريبه السلا، قريبه الرباط، قريبه لطريق السيار، سورتو دابا ديك الطريق الوطنيه اللي كتربط بين السلا وسي علي البحراوي، دابا راه كتخدم تبارك الله 3 فوا دابا، يعني
طريق ولات طريق عالمية تما تبارك الله ما شاء الله. وتحياتي ديك الناس هما اللي تما يعني جايين بواحد الطريق تبارك الله ثلاثية من كل جهة، يعني تقريبا حدا العرجات، يعني قريبا العرجات. كما كنقول دائما اخوان الكرام، انا الثمن راه ما كندخلش فيه، راه كاين بعض الناس، انا غادي نجاوب واحد الناس بعدا افوان اسمحوا لي، واحد السيد يقول لي ودي راه كتبتنا بديك الصلاه على رسول الله وتبت خويا العزيز، واش انا غادي نبيع لك انا برج خليفه؟ الله يهديك، راه مول الارض كيدي الفلوس، ومول الفلوس كيدي الارض، وجمال راه كيدي الصلاه على رسول الله، وهذاك هو الربح. انا ربي من انا كنحس براسي من الاغنى الاغنياء، ربي عطاني واحد القناعه، هذا كنحس براسي غني واخا ما عندي حتى تليفون، كنحس براسي غني الحمد لله. وعلى كل حال يعني بلا ما تضيع وقتك، هذيك الصلاه والسلام على رسول الله راه هذيك اخويا العزيز راه فرض عليا وعليك، يعني الا ما كنتش كتعجبك هذيك المقدمه هذا كيبقى شانك، انا ما نقدرش ندخل في هذه الامور هذه. على كل حال هذه من باب بعض الناس، بعض الناس طبعا اللي كيقولوا هذه الامور هذه، انا غادي نستمر نقولها مهما كان النوع، كلشي فايت الارض كيبقى عيش، هذه الملكيه كتبدل من اسم لاسم، هذه الارض راه عاشوا فيها ناس وغادي يعيشوا فيها ناس اخرين وغادي يعيشوا فيها ناس اخرين، تنهار الله سبحانه وتعالى يقضي امره. كما كتلاحظوا اخواني واحد المنظر بارونوميك هائل ممتاز، الاخوان راهم لهيه كيجنيو في لافوكا وكيجنيو في الحامض وانا كنصور. على كل حال وجاكم راحه، تعبكم راحه مشاهدينا الكرام، ما تنساوش الاشتراك على القناه، راه ما كنقولهاش بزاف، راه ما تنقولش اشتراك وجيم وداكشي، راه ما تنقولوش، ولكم الاختيار، اللي دار جيم الله يكثر خيره ودار اشتراك الله يكثر خيره، واللي ما دارش حتى هو الله يكثر خيره ويزيد في رزقه، هذا هو اللي كاين. نتمنى الله سبحانه وتعالى توفيق للجميع. كما كتلاحظوا اخوان الكرام كنوريكم الامور كما هي، هنا راه كاين هنا كاين كليمانتين هذه كلها، هادشي راه خصو يسقى، يعني خصو يعتني به، يجيب شي واحد اللي يعتني بهادشي كامل تبارك الله. لهيه راه كاين الزيتون، راه كاينه واحد السكنه تما لتحت، كاينه واحد السكنه هنا، راه كاينه واحد السكنه لتحت هنا، راه شتي راه كيما فيا ما نهبط لتحت، وكاينه عين، كاينه واحد العين تمايا. على كل حال هنا كاين كليمانتين ولتحت كاين الزيتون، طبعا راه كاين الصلاسيون ديال الكوتاكوت راه كاين موجود هما كما كتلاحظوا، يعني خص الفيرما ديمارا وصافي، هذا هو اللي كاين، يسال لي شي واحد اللي ديماريها من جديد ويدير الكواره ديالو ديال البقر، ولا يدير الكواره ديال الدجاج، ولا يدير السكن ديالو، كيبقى هو حر. كما قلنا راه كاينه سكنه هنا لتحت، كاين الزيتون، كاين هاد الكليمانتين هنايا، هاد الحامض هنايا، وهنا اخوان الكرام السور اللي مع مول الكواره ديال الدجاج، اللي بغى يدير الدجاج او يدير الكواره ديال البقر او يدير الاستثمار ديالو راه قريبه بزاف. الثمن اخوان الكرام حنا غادي نشوفوا مع صاحبه المزرعه ونقولوا الثمن ديالها ديال البيع، وغتلقاوه مكتوب على الوصف ديال الفيديو، قابل للتفاوض مع صاحب العقار. كما كنقول دائما قابل للتفاوض مع صاحب العقار. نتمنى الله سبحانه وتعالى اخوان الكرام التيسير للجميع. هنا غادي نودعكم وغنقول لكم طبتم اينما كنتم، غفر الله لنا ولكم، الى عقار اخر ان شاء الله بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.